أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات بين مصر وأنغولا تاريخية وممتدة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأنغولي تيتي أنطونيو، شدد شكري على وجود إرادة سياسية مشتركة ورغبة للتكامل بين البلدين. أعتز بهذه العلاقة الوثيقة التي تربط فيما بين مصر وأنغولا، علاقات ممتدة عبر عقود من التضامن والتعاون ووجود الإرادة السياسية المشتركة القوية لتعزيز العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والرغبة في التكامل والتضامن فيما بيننا.